الشيخ محمد جلال فين؟ ينفعش كم الشيخ يعني. بصوا يا اخواني اقول لكم نصيحة لكم في حياتكم، اوعوا تغلطوا غلطتهم، اوعوا تغلطوا غلطتهم والله، اوعوا لما تكبروا انكم تقعدوا تسمعوا. بص انا بشهر بيهم اهو قدامكم والكاميرا بتصور. اوعوا لا ده حبايب ده مشايخ كلهم ربنا يحفظهم يا شيخ تامر شيخنا طبعا، بس انا قصدي حاجة، اوعوا يا جماعة لما واحد فيكم يخلص كتابين ولا ياخد منهج علمي مع شيخ ولا يخلص نص القرآن حفظ ولا يشتغل في الدعوة واتنين يلتزموا على ايديه ولا يشتغل في تربية الاطفال او الاشبال ويبقى له ايه تلاتة اربعة حواليه كده بيربي فيهم. اوعى لما تحس انك انت كبرت، اوعى تستغنى انك انت تقعد وتسمع. ابو بكر الصديق صديق الامة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخر جلسة قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وخدوا بالكم ان جلسات النبي كانت جلسات عامة ولا خاصة؟ جلسة بعد العصر عامة ولا خاصة؟ عامة. الاعرابي اللي لسه ما يعرفش يعني ايه لا اله الا الله جاي يقعد يسمع، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في اساسيات الاساسيات. يعني سيدنا ابو بكر الكلام ده سمعه الف مرة قبل كده، غير جلسات النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة اللي كان بيطلع منها بقى اقرأهم فلان وافرادهم فلان واعلمهم بالحلال والحرام فلان. النبي كان له جلسات تعليمية خاصة بيطلع بيه فيها كوادر تشيل بقى العلم في الامة، انما الجلسة العامة دي كان المتوقع ان الصحابة يقولوا ايه؟ وانا مالي بقى سيدنا معاذ ده انا اعلم الامه بالحرام والحلال، اقعد اسمع جلسه لسه النبي بيتكلم عن اركان الايمان وسيدنا جبريل يدخل المسجد ويضع ركبتي لركبتي ويقول له اخبرنا عن الاسلام، يقول له بني الاسلام على خمس واخبرنا عن الايمان، يقول له ان تؤمن بالله وملائكته. يا عم ده اللي قاعدين دول علماء هيعلموا الكره الارضيه، وقاعدين لسه يسمعوا اركان الايمان واركان الاسلام ومعنى الاحسان. الكلام ده مخلصينه من سنين. لاخر جلسة قعدها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كبار الصحابة ابو بكر الصديق قعدها، عشان كده بقوا خلفاء الارض بعد كده. اخواننا دي اساسيات في الدين، اوعى تكبر على انك انت تحضر وتسمع وتقعد وتلتزم، اوعى تكبر على الجلسة الاسبوعية بتاعت اخوانك وتقعد كده جنب اخوك فرحان بالعزوه بتاعتك وبتاعت اخوك. انا عايز النهارده رغم ان احنا ماشيين في سلسله، انا قلت بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صح، رغم ان احنا ماشيين في سلسله اللي هي سلسله اسرار الذكر وسلسله شرح سوره صاد، الا ان انا النهارده انا عايز اخد كلمه واحده بس من سوره صاد. انا عايز يا جماعه نتكلم في جذور الحياه. يا جماعه مشكله الاخوه انها مش عارفه تعيش، الطريق مش مرسوم قدام عينيه. عشان كده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كل التركيز فيه ازاي تعيش يا ابني، ازاي تفضل على الطريق ده بعد 10 سنين تعمل ايه ان ربنا ثبتك. احنا عندنا مصيبتين، مصيبة عدم الثبات، مفيش حد بيثبت. الجلسة الاسبوعية في مسجد صابر نصر من 3 سنين كان مين الفاعل من الشيخ احمد؟ كان في حد من دول فيها؟ كان فيها ناس تانية خالص، الوقتي ناس تانية خالص. دي مصيبة، التسرب الالتزامي والتسرب الحركي. مش معناه ان الاخ يا جماعة احنا ما بنثبتش، يعني مركب الدعوة ماشية ما بتقفش وعلى طول بيتجدف وبتمشي، انما المصيبة ان كل ما تغمض عينك وتفتحها تلاقي اللي بيجدف ايه؟ ناس غير اللي كانوا قبلهم. فاول مصيبة موجودة عندنا مصيبة الثبات، انك انت تلاقي موقع طريق الى الله ما شاء الله لك وقت الابلاء مستمر، انما كل 5 سنين ممكن تلاقي اللي شغالين فيه غير التانيين. جماعة خير زاد ممكن تلاقي بعد 3 سنين اللي شغالين فيها غير اللي كانوا شغالين. هو فيها يا جماعة؟ المراكب ما بتقفش، الدعوة في المسجد ما بتقفش، نشاطات صنائع المعروف ما بتقفش، انما كل سنة تلاقي الاخ اللي شغال على الاسر غير الاخ اللي بعد كده، او كل سنتين ثلاثة. كل 5 سنين تيجي تبص على الاخوة اللي في صبر نصر كده، قال لا فلان فين؟ ده سافر عقد عمل. طب وفلان ده شغال بقى وشغال من 8 الصبح ل 12 بالليل طب ما يجي ساعة الفجر؟ لا ما بيقدرش. طب وفلان زعل يعني ايه اتقفل من واحد كده والاثنين خبطوا في بعض وزعل. وفلان اصل هو كان عمل مشكلة كده مع مراته فقام اخ مش عارف ايه فقام اتنفسن وقال ازاي يتدخل في مشاكل الخاصة وزعل وطفش. طب وفلان اصل فلان ده بقى مراته صاحبة مرات فلان فالاثنين ولعوا في بعض فقام الاخين حاصل فيهم ايه؟ قام الاخين مولعين في بعض. ما الستات هتسوقنا بقى. الكلام اللي بقوله لكم ده آلاف الإخوة سابوا الطريق بسببه. أنتوا فاكركم إن أنا بقول لكم كلام لعب؟ آلاف مؤلفة سابت الطريق بسبب لعب العيال اللي أنا بقوله ده أهو. عشان كده يا جماعة أكبر مشكلة عند التيار الإسلامي وبالذات اليتامى الغلابة اللي زيكم ده همت
اكبر مشكلة عند التيار السلفي لو انت عايز اجيب لك كلمة بالظبط، لان الباقي بيبقى له ناس عايشاله. اكبر مشكلة عند الاخوة انه مش عارف يعيش. عشان كده لما اقولك الوقت اقعد الجلسة، اقعد اسمع يا ابني، انا اقصد انك تسمع. حتى لو انت، لو انا قعدت معاك امبارح وقلت لك كل الكلام اللي انا اقوله دوت، اقعد اسمع برضه. قعدتك دي مهمة ليك الى ان يموت اللي قاعد على الكرسي ده، اهو اللي قاعد على الكرسي ده، فلان 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 فلان، انك انت تقعد تسمع كبار الصحابة، اقرأهم فلان، اعلمهم بالحلال والحرام فلان، افرادهم فلان، وقاعدين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، رغم انهم قعدوا مجموعات خاصة مع النبي، وإلا ازاي ده بقى اقرأهم، وازاي ده خد 70 سورة، وازاي ده بقى عالم في القراءات، وازاي ده بقى افرادهم، وازاي ده بقى اعلمهم بالحلال والحرام. هو الجلسة العامة بتخرج كده؟ لا، الجلسة العامة دي ثوابت الدين، عموميات الدين، أصول الدين، إنما اللي خرج كده جلسات خاصة. ومع ذلك لم يستغني عن الدرس العام، لم يستغني عن المجلس العام، لم يستغني عن الدرس الوعظ العام بتاع دكتور عبد الرحمن الصوفي في الجمعية، لم يستغني عن الدرس العام بتاع الشيخ أحمد جلال في الصديق، لم يستغني عن الدروس العامة إلى أن مات. الدروس العامة دي ترابط الصف كله، ترابط الصف كله. لو الموضوع بقى كل 20 أخ في منطقتهم قفلوا على نفسهم في مسجد المنطقة، وإخوة البلد ما شافوش بعض في الدروس العامة، بقينا عاملين زي إيه؟ عاملين زي كبد مرمي في حتة، وكلى مرمية في حتة، وطحال مرمي في حتة، وفشة مرمية في حتة. عارفين فشة؟ اللي هي الإيه؟ إيه؟ الفشة اللي هي إيه؟ الرئة. أيوة أيوة كده، لونج. ماشي يا عم. يبقى الفشة اللي هي الرئة. يبقى أنا كنت بقول إيه هذا اليوم؟ الدرس العام بنبقى جسم واحد، في كلية في حتة هنا، وفي فش عند الشيخ تامر، وفي عند دكتور عمرو في الفيومي مش عارف ايه، وفي في صفطه مش عارف ايه. اما بنتقابل مع بعض في حاجة عامة بقينا جسم واحد يا جماعة، نقدر نتكامل، نقدر نقوم بما يقوم به الجسد. انما احنا الوقت شوية ايه؟ شوية ايه؟ شوية ايه؟ شوية شيلينات، شوية شيلينات، ما انتش عارف تعمل حاجة. العلمانيين قاعدين يعني في برامج التوك شو 28 قناة توك شو ليل نهار، هدم في ثوابت الدين، هدم في رموز الدين. عارف ترد عليهم؟ ما انتش عارف. عارف ليه؟ لانك حتة شيل. امتى هتبقى جنيه مجمد؟ امتى هتبقى 200 جنيه مجمد؟ انتوا هنا في المنطقة بقيتوا 10 جنيه مجمدة دلوقتي. تعرف تجيب حاجة، تعرف تجيب سندوتشين بغل وحاجه ساقعه وبكون بسكوت، تعرف تجيب حاجه. في الدرس العام بقى بقيته ورقه ب 200 جنيه، تعرف تعمل حاجه اكبر. فهمتوني يا اخواني؟ يبقى لما اقول لك اقعد يبقى تقعد. القضيه مش ان الدرس، من سذاجه كثير من الاخوه انه يقول لك هو الدرس سخن ولا مش سخن الدرس. يا ابني درس، يا ابني انت مش عايش، يا ابني اتعلم كيف تجوا، انت جاي عشان درس سخن. جميل جدا ان ربنا يرزقك موعظه، ربنا يهدي بقى قلبك، وان شاء الله ما انتش هتخرج من غير رزق ابدا ابدا. ربنا هيجيب لك رزقك ويبعت لك رزقك، ولو ارسل ولو لم يرسله على لسان الداعيه هيرسله في قلبك بلا اسباب، لان ربنا شكور وانت اويت الى بيت الله، انت جاي لربنا مش جاي لفلان وفلان. انما القضيه ان انت لازم تعرف انت جاي ليه. انت جاي لان عدم حضورك، لما الخليه تقول الجسم فيه 1000 مليار خليه، وانا مالي، وتقوم نطه من الجسم، والخليه دي يا عم الجسم فيه 1000 مليار خليه، وتقوم نطه من الجسم، والخليه في الاخر بقى في جسم. هو انت خليه وانت خليه وانت خليه وانا خليه، كلنا خلايا. لما كل خليه بقت في حال سبيلها خربت، خربت بمعنى خربت. فاكبر مصيبه عندنا مصيبه عدم الاستمرار، ان الاخ ما بيكملش 5 سنين التزام. لا ده في اخوه بقى لها 15 سنه ما حبيبي 15 سنه وبطخه وجورنال وكرش وطالع من البيت نازل بيه، وانا عملت بيه ايه ده؟ ولا كسبت منه ايه؟ ولا دين ربنا استفاد منه ايه؟ انا مالي باللي بقى صورة ملتزم ده؟ انا بكلمك التزام بحقه حقيقي، في اعتكاف رمضان تلاقيه، في جهد 10 ذي الحجة تلاقيه، في النوازل والذين معه كل نازلة، النبي اتشتم حصل مش عارف ايه، حصل نازلة غزة احتاجت مش عارف ايه واليهود بيضربوها، سوريا، في النوازل حي، هو ده الاخ الحي، ما سوى ذلك ده ميت، ماليش دعوة بقى يعني شكله ملتزم شكله مش ملتزم، ده واحد ميت. يبقى عدم الثبات. ومفيش اخ بيستمر، مفيش اخ بيستمر في الايه؟ في الالتزام الايجابي 5 سنين الا نادر، 5% ولا حاجه. ومفيش اخ بيستمر في صغر، في صغر، عارف يعني ايه صغر؟ يعني اخ ماسك صناعه معروف، اخ ماسك تحفيظ اطفال في المسجد، اخ ماسك تربيه اشبال، اخ ماسك جولات وكلمات مسجديه، مفيش اخ بيستمر في صغر 2 سنين. ده احنا في مصيبه يا اخواني.
انا بقول لك الكلام ده من باب قول الله، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله ايه مبتليكم. ده بيسموه علماء التربيه فقه الايه، او بيسمى فقه الايه، فقه التحصين. ان انا اعرفك خد بالك يا ابني من اللي جاي يا ابني، الدنيا مش كلها بامبي كده يا فرحيني بيك وانتهت حواليها دلوقتي ويا سلام، والشيخ بيكلمنا عن ازاي بقى الدين والعباده وحبيب قلبه، وانا عارف ان انا بعد 3 سنين مش هشوفك، هتخطفك النداهه، في مليون نداهه بقى هتاخدك زي ما خدت غيرك، زي ما انا في المسجد ده من كذا سنه كنت قاعد وكان غيركم خالص واكتر منكم قاعدين. هنفضل لحد امتى يا جماعه؟ مفيش حد راكز. النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر معاه واحد مكيه، ابو بكر معاه 23 في السيره، ابو بكر معاه سنه 10 هجريه واقف، مفيش حاجه اسمها فلان اصل جاله فلان وفلان اصل سافر وفلان اصل هو يا عيني اتجوز جوازه وطلعت وحشه يا عيني وابتلي ومراته ورات النجوم فاز دوره يعني ايه نفسيا اتقفل كده بقى ايه فبقى منه لنفسه، وفلان اصل والله مش فاضي شغل الدنيا يا عيني بيجري وبيجري الوحوش ومفيش حد ده لبخ، ده نفاق، هذا نفاق، هذا نفاق يا اخواني. المفاهيم دي احنا لو ما تربناش عليها احنا بنلبخ، احنا قاعدين نشتغل وخلاص، احنا عاملين زي ايه عارفين جحا لما قام جايب ساقيه وساقيه كبيره كده وايه موصلها على الميه، فالساقيه تاخد من الميه والساقيه قاعده تدور وعامله صوت بشع، تاخد من البحر وتقوم رجع البحر، فواحد بيقول له يا جحا حرام عليك انت عامل ساقيه قاعده تاخد من البحر وترجع البحر، المفروض تاخد من البحر وتدي في ارض. قال له يكفيني نعيرها، كفايه صوت النعير بتاعها كده جحا شغال. يا جماعه احنا نفضل نضحك على نفسنا؟ الدعاء شغالين يا جماعه، دعاء قاعدين جلسه في صابر نصر، من 5 سنين كان اخوه ومن 3 سنين كان اخوه والنهارده اخوه وبعد سنتين اخوه، ده لا ده احنا بنلبخ. انت يا ابني انت بتنتحر. الكلام ده انا بقوله لك ليه؟ عشان تفهم ان الثبات على طريق الدين عايز واحد فاهم ان الطريق مش سهل، عايز واحد فاهم قيمه الجنه، عايز واحد مستعد ان اي حاجه تقطع عليه طريقه الى الله هو مكمل ومستمر، مش هيقطع عليه طريقه الى الله حاجه، عايز واحد عارف قيمه الدرس العام اللي بيحضر فيه الداعيه ويقابل اخوانه ويسلم على ده، عايز واحد عارف قيمه الجلسه الخاصه دي جلسه خاصه. احنا في منطقه معينه وفي اخوه قاعدين في يعني جيران جنب بعضه، الجلسه بتاعتكم دي الاسبوعيه دي دي صمام امان لحياتكم. انا بتكلم النهارده يا جماعه عن نقطه جذور الصلاح والاصلاح في حياتنا، ازاي نعيش. قلت لكم ان المصيبه الاولى عندنا ايه؟ عدم الايه؟ عدم الثبات. المصيبه الثانيه ايه بقى؟ ما طبعا بقى مشكله ان لو الاولى اتحلت فضلت الثانيه عدم الايه؟ عدم الترقي. عدم الترقي، ان مفيش حد النهارده الاخ بيحافظ، يعني ده احنا بنحلم ان الاخ اللي بيحفظ الاطفال في منطقة صابر نصر يعمل ايه بعد سنة لايه بيعمل ايه حفظ، وبعد سنتين ايه، وبعد 3 وبعد 5 وبعد 7، ده احنا بنحلم. اللي بيكمل كام في المية؟ زي بالظبط اللي كمل في طريق طالوت وجالوت، ان الله مبتليكم بنار شاربوا منه الا قليلا ايه منهم، كانوا 70,000 واحد، 70,000 دقن، 70,000 ملتحي ومنقبة يملوا العين كده حاجة، يعني ايه جيش ارهابي راح يحرر فلسطين. طلعوا من النهر كام واحد؟ 314. قعدت احسبها انا وباشمهندس ياسر ومش عارف مين، انا مش متخيل النسبة، هم قاعدين يحسبها 3%، وانا عايز بالعافية اجيبها 4.5%، يعني انا نفسي اضحك على نفسي وازود صفر في النسبة وتطلع 4.5%، في الاخر اكتشفنا انها 3% او 0.5%. انت متخيل نسبة ثبات الاخوة على الطريق والباقي تسرب التزامي وتسرب حركي؟ تسرب فين يا جماعة اللي كان شغال في الاطفال يا اخواننا؟ الاطفال موجودين والشغل موجود، الحاجة الوحيدة اللي بتتغير ايه؟ الباشا اللي قاعد في النص يعلم، ده اللي ايه الايام دول. فعدم الترقي بقى، مصيبة عدم الترقي دي معناها ايه؟ انتوا عارفين يا جماعة لو الاخ ثبت 7 سنين في تحفيظ الاطفال ده يبقى ايه اسمه في علم الادارة؟ ايه اسمه؟ لبخ. لبخ ليه؟ لان الصح ان الاخ السنه دي بيحفظ صح، السنه اللي بعدها بقى بيحفظ اطفال 5 و6 ابتدائي بعد ما كان بيحفظ اولى ثانيه صح. في الدنيا بتزيد يا جماعه، هو انت لما بتروح اي مصلحه حكوميه فبتلاقي الموظف قاعد على الكرسي، بتروح بعد 3 سنين بتلاقيه قاعد على نفس الكرسي، بتلاقي واحد تاني جه مكانه، امال الموظف راح فين؟ ده بقى المدير رقى.
وبعد 5 سنين تلاقيه ما هوش قاعد على الكرسي بقى، ده تلاقيه بقى مدير المصلحه كلها. ليه؟ اترقى. هو في حاجه اسمها ان انا هفضل في حته واحده؟ ده انا بترقى. والاخ الصغنن الجديد هو اللي هيمسك التحفيز مكاني، وانا هبقى ايه؟ هبقى المدير بتاعه، صح ولا لا؟ وبعد كده وهكذا بقى يترقى لفين؟ ده حسب جهدنا في دعوه دين ربنا. ده ممكن يترقى لحد ما يمسك تحفيزات الاطفال في محافظه كامله، لحد ما بقى شايل القضيه، بقى كبير قاعد يكبر. فالمصيبه يا جماعه ان الاخوه لا بتثبت ولا بتكبر، وتحدث قضيه. الكلام بتاعي ده بيعقد، احسن حد منكم وصام يدعي عليا ولا حاجه. انا بفوقكم على الحياه، بفوقكم على الحقيقه عشان تواجهوا. انتوا عارفين انتوا عاملين زي ايه؟ كلنا عاملين زي ايه؟ عارفين اب تعب مرض وابنه لسه في ثالثه اعدادي، ها، فبقى والام محتاجه فلوس واخواته محتاجين فلوس، فبقى الولد اللي في ثالثه اعدادي ده مضطر انه يعمل ايه؟ انه ينزل يشتغل. طب هو صغير بس هو لازم يشيل مسؤوليه. هو ده الواقع بتاعنا يا جماعه. المسؤوليه كبيره، وانتوا لازم تشيلوا مسؤوليه، ولازم تفهموا، ولازم تخافوا على نفسكم، لان مش هتلاقي كل يوم واحد خايف عليك. للاسف الناس بتخاف على الدنيا. لو انت راح منك، لو انت في الدراسه بتاعتك سيكشن راح منك، هتلاقي 500 واحد يقول لك يا ابني حرام عليك، يا ابني الدين مش كده، يا ابني العمل عباده، يا ابني. انما والله العظيم لو راح عليك الفجر سنه، والله ما هتلاقي حد يقول لك انت بتعمل ايه. الدين رخص في الامه يا جماعه. فانت دي الدين ما عادش غالي عند الامه، فلما دينك هيروح محدش هيخاف عليك. لما دنيتك هتبدا تنزل هتلاقي فجاه ميكروفونات ماشيه في الشارع، الحقوا يا جماعه، فلان هيضيع، فلان ما حضرش كذا. انا عايز اقول لك ان دينك لو انت ما خفتش عليه محدش هيخاف عليه. فانت لازم تاخد بالك من دينك، ولازم تفهم ازاي تحافظ على دينك. لازم تفهم قيمه الجلسه اللي بتقعدها كل اسبوع ده ايه. لازم تفهم قيمه الصلاه اللي كل فجر بتصلوا مع بعض، او كل عشاء بتصلوا مع بعض وبتشوفوا وشوش بعض. ده الملمح الوحيد من الجنه اللي موجود على وجه الارض. اخوانك دول ملمح. هو الجنه هتلاقي فيها شويه الرخام الجميل ده اهو، ها، ده الجنه طوبه دهب وطوبه فضه، وفي دهب خالص، وفي لؤلؤ خالص، وفي ما لا تعلمون خالص. هي الجنه فيها السجاد ده اهو، هي الجنه فيها المنى والاسمنت ده، مفيش حاجه من الدنيا دي. الجنه فيها الميه اللي كل سنت تحطه تحت الميكروسكوب بتصبح ربنا على الكائنات الدقيقه اللي مليها الجنه. مفيش بقى الكلام ده خالص. الجنة دي حاجة تانية خالص. الحاجة الوحيدة من الجنة اللي من الجنة موجودة في الدنيا اخوك اللي قاعد جنبك، امسك فيه، كلبش فيه. احنا بندعو ربنا في اخر سورة البقرة بنقول ايه؟ واعفو عنا وايه؟ واغفر لنا وايه؟ انت بعدك عن اخوك بيضيع الثلاث دعوات دول عليك. اعفو عنا، ها، الاتنين صحابة اللي ما اختلفوا مع بعض، ايه اللي رفع؟ ليلة القدر، ليلة العفو، يبقى العفو راح. ها، والتانية اغفر لنا، لما اتنين بيتشكلوا مع بعض كل اتنين وخميس بترفع الاعمال وربنا بيغفر لكل عبد الا اتنين ايه؟ متشاحنين، يبقى ما اغفر لنا راحت. بعد كده ارحمنا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت قال لهم اتوني اكتب لكم كتابا، هملي واحد كلام لن تختلفوا بعده. الصحابة اختلفوا مع بعض، النبي قال قوموا عني. كان النبي ممكن يكتب كتاب؟ ابن عباس بيقول فالرزية، كل الرزية ما صرف رسول الله عن ان يكتب هذا الكتاب. ايه اللي صرف النبي انه يكتب هذا الكتاب؟ الخلاف. وكان كتاب النبي بالنسبه لنا هي رحمه، يعني العفو راح بسبب الخلاف، والمغفره راحت بسبب الخلاف، والرحمه راحت بسبب الخلاف. يعني انت فضلك ايه في دينك بعد ما العفو والمغفره والرحمه راحوا؟ فضلك ايه في دينك من غير اخوك؟ فضلك ايه في دينك من غير اخوك؟ يبقى انت لازم تفهم قيمه اخوك. ها، ما تزعلش بقى دكتور حازم ده عمل لي بظهر ايدي بالاستيك على ظهر ايدي كده، وده قال لي انت وحش، وده يا ابني وخاصم. طب خاصم، طب والله ما قعدت مكلمك، شغل العيال ده يا ابني. اخوك ده ثروه عمرك. كان يعني الله يرحمها، كان ليها اخت زمان، اخت زمان وماتت الله يرحمها يعني. فيوم ما ماتت انا كنت لسه صغنن كده، فمش فاهم يعني ايه اخت، مش فاهم يعني ايه اخ، مش فاهم يعني ايه. فماما وراها سنين انا ما زعلتش عليها لما ماتت، غير زعل يعني، زعل اخ علاقته طبعا يعني، احنا كل، انما الزعل سنين بعد سنين. زعلي على ابويا بعد ما مات ما يجيش واحد في الالف من زعل على ابويا دلوقتي. ليه؟ لانه كل ما بكبر بعرف ايه امتى ابويا. وانا صغير مش عارف امته، وانا صغير مش عارف امتى اخويا. فانت كل زعلك، فانت ما تستناش انك تخسر اخوك عشان تعرف امته.
ما تستناش انك تخسر الجلسه الايمانيه اللي بتجمع القلوب على بعضها عشان تفهمتها. ما بتجيش يا عم تصلي العشاء معانا ليه؟ مش اتفقنا ان العشاء صلاه ثابته؟ والله اصل انا العشاء ببقى ايه؟ ماليش مزاج، اصل انا العشاء بيبقى عندي صداع، اصل انا العشاء بيبقى ضفري بيوجعني، اصل انا العشاء بيبقى عندي. يا ابني يا ابني دي ثوابت حياتك، حتى لا يصيبك ما اصاب القوم، حتى لا يصيبك ما اصاب الالاف من قبلك. وان كان وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الايه؟ الجبال. الجبال هنا ممكن تبقى الصحابه، تزول تزول يعني الاخوه دي تزول خالص. انا شفت جبال زالت، انا شفت حشود يوم ما التزمت من 20 سنه. كان الواقع، انتوا فاكركم ان الاخوه كترم؟ هما زي ما هو نفس العدد يا ابني، يلا الناس مش هو نفس العدد، هو نفس العدد، هم نفس الخمسين اللي قاعدين في كل مسجد، بس كل سنتين بيتغيروا. لحد امتى يا جماعه؟ لازم نفوق. الحل ان احنا نفوق ايه؟ ان حد يخاف على دينه بقى، ان حد يفهم ان القعده دي جنه ونار، القعده دي مش سخونيه شباب، القعده دي مش حماس، القعده دي مش قعده حلوه وفي مثلا داعيه بنحبه وجاي يتكلم، فالقعده دي جنه ونار. هتروح جهنم من غير صحبه صالحه تزوقك في طريقك لربنا، هتروح جهنم من غير حد يوجهك في طريق الدين. دي الثوابت اللي النبي ربى الصحابه عليها، ربى الصحابه على كده. عشان كده الصحابه ما كانوش بيحضروا جلسات النبي كده مجرد عواطف، ده فكر، هو عارف هو بيعمل ايه، هم عارفين. عشان كده بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام مات كلهم عملوا ايه؟ كلهم عملوا نفس اللي النبي عمله، كل واحد راح بلد قعد في مسجد معين، عمل فيه جلسة، عمل فيه درس عام، عمل فيه نفس اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله. ليه؟ لأنه عارف إن هو ده الطريق. من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها بقى، ومن ثوابت حياتنا ومن غيرها، انت حياتك كلها بايظة، من غيرها حياتك كلها بايظة. هتحاول بقى تجيبها كده، هتعمل مش هتعمل، هتفضل دايخ وهتفضل حياتك بايظة، وما انتش عارف وقت العلم امتى، طب وقت العبادة ازاي، طب اجمع ما بين الدعوة والاخوان ازاي، طب اعمل ايه، طب اشتغل في صناعة المعروف ولا في موقع نت اسلامي، ولا اعمل لدين ربنا في الجولات والنزول للشباب في الاماكن، ولا ادي كلمات مسجدية، ولا اعمل ايه. عارفين يا جماعة راس حرب ظبط حياتك كلها هي ايه؟ ها؟ راس حرب ظبط حياتك كلها ايه؟ ورد العبادة الثابت المقدس اللي احنا سميناه يا دكتور محمد ايه؟ الحاء جيم، الحاء خاء ميم، الحزب الجهادي المقدس. الحزب الجهادي المقدس، لما حد يمسكك تقول له انا تبع ايه؟ حزب الجهادي المقدس. الحزب ده مش هيبص هيقعد يقول لك طب تعالى حبيبي انا بقى اقعد مع الحزب الجهادي المقدس بتاعك. الحزب الجهادي المقدس ده ورد، ده اسم ورد العباده اللي انت لازم تعمله، اللي ربنا قال عليه في القران اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايدي انه اواب، ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. التلاتة في صورة واحدة، تلات أنبياء داود وسليمان وأيوب في صورة صاب، ربنا ذكر قصة بطولة تلات أنبياء، قصة أفعال عظيمة وبطولة تلات أنبياء، وعلل هذه البطولات بكلمة واحدة في قصة التلات أنبياء لما قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الأيد ده لم يذكر في القرآن إلا مرتين، مرة مع قوة الله والسماء بنيناها بأيد، ومرة مع داود، كأن الله أعطى لداود من قوته، وكأن داود كان يواجه الحياة بحول الله وقوته. أعبد البشر أفضل قيام أفضل صيام، يأكل من عمل إيده، ملك مربي داعية، أوتي فصل القضاء. إيه ده كل ده؟ منين يا رب؟ ذا الايدي دي جابها منين؟ العزيمه المهوله دي جابها منين؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا قام ايه؟ لما يقوم من النوم عشان يقوم الليل، كان اذا قام ايه؟ ها؟ وثب. كان اذا قام وثب عليه الصلاه والسلام، يعني مش الاخ بقى يقوم وبعد كده ايه؟ الاخ يظبط لك ست منبهات، بعد الموبايلات ما تطورت يظبط ست منبهات، يظبط منبه على الساعه 2 عشان يقوم الليل ايه قيام السابقين، وبعد كده 2:30 لو ما نفعتش، وبعد كده 3 لو ما جاتش، وبعد كده 3:30 لو ما نفعتش، وبعد كده 4، وبعد كده دخل في الخطر فيبقى 4:10 و4 وثلث، وبقى كده منبه على الفجر بقى خلاص. ولو اخ عاقل قوي يقوم عامل كمان منبه على ايه؟ قبل الشروق ب 10 دقائق،
عشان يبقى برضه ايه لا الفجر ايه حاضر. وفي الاخر بقى يعني لو الدنيا باظت يبقى في منبه بقى على ميعاد الكليه او على ميعاد الشغل عشان الدنيا ما تبقاش ايه ما تبقاش راحت مين. طبعا كل المنبهات ديت بتروح الا منبه واحد بس من غير منبه بيصحى والله من البيت كله. انت بتدرس يا ابني؟ ايوه انت التأكيد فكرتني يا. الحمد لله شكرا لله. احنا برضو تعبنا اهالينا يا جماعه, احنا محتاجين بر والدين برضو يعني. اللي الاخوه بتوري اهاليها في الدراسه وحش يعني, تعبد لله بر الوالدين يعني, تعبد لله بر الوالدين في المذاكره انك انت بتبر امك وابوك. شهادات ما عادتش بتقدم ولا بتاخر, انما ايه المهم يعني احنا كنا بنتكلم في ايه, احنا نفضل نحو ده الحزب الجهادي المقدس. انت تودينا في ده الاخوه اللي ذاكرتها حلوه ديت. فانا كنت بتكلم دلوقتي في حاجه مهمه جدا. طيب زي الايد العزيمه الرهيبه دي جابها منين؟ الاخ مش عارف يقوم ليل وهو يقول لك انا تعبان طول اليوم يا راجل, ده انا حضرت محاضره بعد الظهر ساعات حد حضر محاضره وبعد كده روحت اتغديت وكان الاكل تقيل قوي كبس على نفسي بعد ما اكلت تعبت قوي في الاكل ده, وبعد كده نزلت حضرت درس حضرت شفت بقى ورحت يا عيني تعبت عم رحت وجيت التاكسي كانت هز في الطريق كده كذا هزه كده فيها تعبت ودخت, وبعد التاكسي جيت بعد الدرس قعدت على الفيسبوك شويه واحد قرفني وقعد يجادل وانا جادل فيه تعبت جدا, فلما نمت نمت مش قادر مش شايف قدامي فما عرفتش اصحى لقيام الليل. سيدنا داوود كان بيرجع من الجهاد ذا الايد يقوم قيام الليل ذا الايد ورجل ثار عن فراشه ووطائه, الناس كلها مقتوله من التعب في القتال وده واقف يصلي لله سبحانه وتعالى. دول الرجاله ذا الايد جاب ذا الايد دي منين يا رب؟ انه اواب. لولا الاوبه بتاع سيدنا داوود ما كانش جاب العزيمه دي. ايه الاواب؟ اواب يا جماعه يعني الاواب دي في اللغه من اخصب الالفاظ في اللغه لفظ الاوب يعني التاويب ان تسير الابل من الفجر الى الغروب بلا توقف, الجهد الرهيب المستمر. التأويب التنافس لما القافلة تأوب يلا نجري ونشوف مين هيسبق يبقى مسابقة روح منافسة. الأيبة الإبل إذا آبت إلى الماء معناها أن كل ليلة لازم تروح تشرب من المية ولا تموت من العطش. فالأواب اللي كل يوم له ورد عبادة لو حصل زلزال ورد العبادة ما يروحش. لو هو قاعد كده واحد جه مثلا ورد العباده من العصر للمغرب جه واحد قال الحق الحق يا فلان قال له ايه قال له ده في حته عروسه زي القمر والحق يا تعالى تقدم لها الوقت والله لو جابوا لي لو الحور العين نزلت من الجنه انا ما انا قايم من مكاني مش لو عروسه حلوه في الدنيا لو الحور العين نزلت من الجنه انا مش قايم من مكاني. ورد مقدس. الورد بتاعك الساعه امتى؟ بعد الفجر الضحى قعدتوا النهارده؟ اهو ده الفرق. انتوا عارفين انتوا عايزين ايه؟ مش عارف عم شغل الشغلانه اللي احنا شغالينها دي شغالينها ليه؟ شوف شغلانه السر يا عم. جميل جدا اللي قاله محمد ده, هو كلمه جميله جدا يا جماعه سبحان الله عشان ربنا يفهمنا. ده الفرق بين اللي عنده ورد وبين الايه؟ بين اللي ما عندوش بين اللي عنده ورد وبين الايه؟ وبين الاواب. هو ده الفرق بقى. انا وردي جلسه الضحى قعدت النهارده لا والله ليه اصل كان عندي كليه الصبح. طب امبارح لا والله راحت علي نوم. طب اول امبارح لا والله اول امبارح كان ورايا مذاكره فكنت مضطر اصلي الفجر واطلع اطير. طب اول اوله لا 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 للاسف. امال حضرتك بتعمل ايه؟ لا هو يعني انا ان شاء الله لما بقعد بقعد ده انا لما بعبد بعبد ده ورد ده اسمه ورد. اما يجي رمضان بقى يشد فيه, اما يجي 10 ذي الحجه يشد فيه كده بقى ده اسمه ورد. يوم فاضي ونايم كويس وما عنده الصداع وواكل وشبعان وما فيش حاجه شغلاه وما فيش حاجه مضايقاه ونفسيته حلوه والاخوه جت في اليوم ده وقعدت يوم يعمل ايه؟ يوم يقعدوا. لو توفرت كل الشروط الاصل 9002 دي يبقى ده الورد. انما الاواب اللي لو السماء نزلت على الارض مش هيسيب الورد بتاعه. أو ده معنى إنه أواب. عشان كده ربنا جابها يعني حزب جهادي مقدس دي أواب مع سيدنا داود أفادت معنى, وأواب مع سليمان أفادت معنى, وأواب مع أيوب أفادت معنى. مع سليمان بقى ربنا يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه إيه؟ أواب. يبقى سبب إنه نعم العبد إنه إيه؟ يبقى النشان اللي أنت هتكسبه لو أنت حافظت على ورد عبادة ثابت مقدس إيه؟
انك تبقى نعمة العبد عند الله سبحانه وتعالى. فربنا جاب لك بقى نموذج لورد سيدنا سليمان. اذ عرض عليه بالعشي الصفنات والجيات، العشي ده وقت الورد بتاعه، بيقعد من العصر للمغرب يسبح ربنا سبحانه وتعالى. فوقت الورد ده عرض عليه 20,000 فرس، ها؟ فشغل عن الذكر بيهم. شوف بقى الاواب، الفرق بين اللي عنده ورد والاواب. اللي عنده ورد انا راح عليه جلسه الضحى النهارده زعلان، خلاص مش مشكله. الاواب دي مصيبه في الحياه، ما فيش حاجه اسمها حاجه تشغلني، انا مشغول، انا مأزوم الفتره ديت صعبه، اصل عندي مشاغل، اصل انا ما نمتش كويس، ما فيش الكلام ده. الاواب يا جماعه اللي هو بياخد نشان نعمه العبد، ده اللي عنده وقت في اليوم ولو ساعه مثلا من المغرب للعشاء، لان انت عندك قيام الليل ينفع، عندك من المغرب للعشاء ينفع، عندك من العصر للمغرب ينفع، عندك جلسه الضحى تنفع، عندك جلسه التهجير قبل الظهر تنفع. سيدنا سليمان اذ عرض عليه بالعشي الصافنات، بالعشي الصافنات والجياد، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. سيدنا سليمان صادق مع نفسه، فقال اني احببت ايه؟ حب. سيدنا سليمان صادق، سيدنا سليمان قال اللي انا عملته ده حب، ده تعلق قلبي بحاجة تانية. سيدنا سليمان ده الصدق بتاع الواصلين، دول اللي بيوصلوا، ده فقه الانبياء، ان يقف مع نفسه يصدق، ما يقعدش ينكر الامراض اللي جواه، ده واجه نفسه اني احببته، مش احببته الخير، احببته حبا، ده حب، ده قلبي يجب الا يحب الا الله. ازاي ان انا حبي ل20,000 فرس في غاية الجمال والجياد بقى أجود ما تكون والعروض الجميلة اللي بتعملها، إزاي تشغلني عن حب اللي حب لا لازم يكون أعظم في قلبي من أي حاجة؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، خد قرار، هاتوها. الملتزم اللي ما بياخدش قرارات في حياته مش عارف يتقدم. خد قرار، ردوها علي فورا، مش بيقعد بقى إيه، أنت عارف إن الفجر عندك بايظ، ما تقعدش بقى تسيب القصة، سيبش نفسك، ما سيبش نفسك لحد ما تبقى من اهل قول الله فطال عليهم الامد فقاست قلوبهم. خلاص سيب مشكله الفجر وما يهمكش انك بتصليه، هتفاجئ انك بعد كده عاد بيروح عليك ما هو اكثر من هذا وانت مش حاسس. اصل يا جماعه هو سلم، اللي بينزل هينزل هينزل، يعني اللي مش هيقف مع نفسه ردوه عليه فطافق مسحا، مسحها من حياته، اما بالذبح واما بان وسمها ووهبها لجهاد في سبيل الله. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، الحاجتين اللي شدوا عينيه، ساقها الجميله، ساقها الجميله اللي بتعمل بيها العروض، بترفع رجليها وتقف على رجل ثانيه، ورقبتها الجميله اللي كلها الشعر بقى، رقبه الخيل بقى وهي بتجري والشعر بيطير كده ورا رقبتها، حاجتين اللي خطفوا قلبه. طفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان. يعني اوعى تفتكر انك انت هتعدي كده من غير امتحانات، الامتحانات جايه. والقينا على كرسيه جسدا، انك انت تبني العمل وبعد كده تلاقي غيرك مسكه، وانك انت تشتغل في الدعوة وبعد كده ينسب الفضل لغيرك. ربنا بيطهر قلوب اوليائه من كل ما سوى الله. ثم اناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هو كان عايز ملك ما فيش حد يؤتاه غيره ليه؟ كان عايز امكانيات لا يؤتاها بشر بعده ليه؟ حد عارف ليه؟ عشان يجاهد في سبيل الله جهاد لم يجاهدوا في سبيل الله بشر. تعرف يا رب اديني فلوس مفيش مخلوق ليوم القيامة يؤتى مثلها، ليه؟ عشان اطلعها كلها صدقة، يبقى محدش تصدق في سبيلك زي في التاريخ. شوف حب سليمان لله وصله لدرجة ايه؟ ها؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سخرنا له الريح، ها؟ ضحى بالخيل، ربنا اداله ايه؟ الريح رخاء حيث أصاب. دي الريح بتاعت سورة ايه؟ صاد. انما في سورة الانبياء ربنا وصف الريح بتاع سيدنا سليمان وصف تاني، قال ولسليمان الريح ايه؟ لا غدوة شهر وروحها شهر، سورة سبأ. سورة الانبياء بقى سورة العبادة، بتكلم عبادة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها اللي هي القدس، وكنا بكل شيء عالمين. يبقى الريح بتاعت سورة صاد ربنا وصفها انها رخاء، رخاء يعني يعني بتعبير بعض الاخوه زي ايه؟ عارفين العربيات الجديده قوي؟ عارفين العربيه اللي هي ايه، يطلع منها الكرسي وياخد الراجل من بره العربيه ومدخله جوه كفتيس ومطلع له؟ تقريبا بيم الجديده حاجه كده يعني. عارفين انت القصه ديت؟ فواحد صاحبي كان عنده عربيه مش عارف اسمها ايه كده؟ تقريبا يعني، المهم يعني، فبيقول لي العربيه دي تمشي على سرعه 170 كيلو، انت مش حاسس انك ماشي على سرعه 60 كيلو. اهي دي رخاء، ان قمة السرعة ومفيش اي اهتزاز. امال عاصفة يعني ايه؟ عاصفة
سمعت عن كلمة العاصفة؟ عاصفة. طب ايه الفرق بين ريح سورة صاد وريح سورة الانبياء؟ ريح سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء ايه؟ حيث اصاب. يعني ايه؟ في مشاوير الجهاد وهو طالع من فلسطين رايح يجاهد في سبيل الله، رايح ينشر الدعوة، خدتوا بالكم؟ وكل افعاله اصابة وصواب حيث اصاب. انما الريح بتاع سورة الانبياء العكس، ولسليمان الريح تجري، ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الايه؟ الى الارض التي باركنا فيها اللي هي فلسطين. يبقى الريح وهو راجع من الجهات لفلسطين، يبقى ريحة صاد وهو طالع من فلسطين لايه؟ يجاهد. انما ريح سورة الانبياء وهو راجع من الجهات لفين؟ لفلسطين. فالريح الاولانية رخاء، هو منطلق في الجهاد بدون ما يحس بتعب وبدون ما جنوده يحس بتعب. انما الريح اللي هي راجعه للارض المقدسه دي، شوق الريح، شوق سليمان للارض المقدسه، لسليمان الريح عاصفه وهو راجع عايز يرجع في عاصفه عشان يرجع لفلسطين بسرعه، عشان يرجع للقدس اللي احنا مفرطين فيها بسرعه، عشان يرجع للقدس اللي الوقت الاعلام بتاعنا ماسك المجاهدين بتوعها شتيمة وبهدلة، رغم ان دول اللي مرابطين على الثغر. بسرعة شوفوا الشوق بتاعه للارض المقدسة، شوف الشوق بتاعه لفلسطين، شوف الشوق بتاعه للارض التي بارك الله فيها للعالمين. غير ان لسليمان الريح عاصفة، كأن الريح نفسها رايحة لسليمان عاصفة، الريح نفسها بتحبه. سيدنا سليمان حب ربنا فكل حاجة حبته، كل حاجة اقبلت عليه. فسيدنا سليمان معنى كلمة اواب، لما 20,000 خيل، لو الخيل منهم ب100,000 جنيه مش بمليون جنيه، يبقى احنا بنتكلم في كام؟ 2 مليار. احنا بنتكلم في حاجه رهيبه، ومع ذلك ضحى بها لله. ليه؟ لانها عطلته عن ايه؟ جلسه واحده. عم الشيخ عطلته عن ايه؟ جلسه ضحى واحده. ده الاواب بقى، ده الفرق اللي له ورد والاواب. عشان كده سيدنا ايوب بقى ربنا بيحكي لك وصف صبر ايوب الذي لا يصبر. ما فيش حد هيبتلى اللي ابتلاه ايوب. سليمان آية في الرخاء لن يؤتها بشر بعده، وايوب آية في الضراء لن يبتلى بيه بشر بعده. يعني لا حد هياخد اللي خده سليمان، ولا حد هيؤخذ منه اللي اخذ من ايوب. سليمان نموذج للي ربنا اداله كل حاجة، وايوب نموذج للي ربنا خد منه كل حاجة. ده ربنا ابتلاه ده، وده ربنا ابتلاه ده، والاثنين كانوا قمه في حب الله وقف حب الله. فالاثنين مفيش. ايوب رغم كل المرض اللي فيه والالم اللي فيه والابتلاء اللي فيه وموت كل ولاده وحرق كل ارضه وموت كل اغنامه، ما هو شيء حاجه يعني سبحان الله، عظيم ابتلاء، يعني ابتلاء مهول. سيدنا ايوب ربنا بيقول في الاخر انا وجدناه صابرا، انا وجدناه ايه؟ نشان مهول. مين فينا اللي ياخد النشان ده؟ مين فينا اللي يصبر على قيام الليل كده، ويصبر على العبادة، يصبر على إخوانه وقرفهم وغلاسة ده وغتات الدو ومش عارف إيه، ويصبر على الدعوة رغم المشاكل اللي فيها، ويصبر على طلب علم رغم المشاق اللي فيه، ويصبر على ده، وفي الآخر إنا وجدناه صابرا. نعم العبد، يا رب جاب الصبر ده منين؟ صبر أيوب ده جابه منين؟ إنه إيه؟ أواب. ورد أوراد العبادة بتاعته اللي لو كان تركها، اللي يتركها ما يقدرش يكمل، ما يقدرش يواصل. فمعنى انه اواب ده يا جماعه، المعنى اللي احنا عايزين نوصل له بقى في الاخر الكلمه اللي قالها ابن تيميه عن الاوبه بتاعته. سيدنا ابن تيميه رحمه الله كان الورد الاساسي بتاعه ايه؟ حد عارف الورد المشهور بيه قوي كان ايه؟ جلسه الضحى زي محمد فضل الله، يعني ايه؟ كانت جلسه الضحى، جلسه الضحى بتاعته كانت بتخلص حوالي الساعه 10 الصبح كده، يعني ما كانش بيقعد يبص في الساعه وايه وإيه 11 دقيقة، قوم يا عم الشيخ طب كمان اصبر دقيقتين. الله أكبر، ابن عثيمين قال 11 دقيقة، خلاص يبقى 11 دقيقة. يبقى جلسة الضحى كان بيخلصها 9:10 الصبح. وكان حد عارف كان بيعمل إيه في جلسة الضحى؟ بيذكر بس. كان بيعمل حاجة واحدة بس في جلسة الضحى من الفجر ل 9 الصبح أو 10 الصبح. حد عارف إيه؟ حاجة واحدة بس، يقرأ الفاتحة. يقعد يقرأ الفاتحة من الفجر لحد الساعة 9 الصبح 10 الصبح بس. دي كانت الورد الايه؟ ورد الاستفتاح في الحياه بتاع ابن تيميه. وكان يقول، شوف بقى الكلمه اللي بقى عايزين بقى نخرج بيها، هذه غدوتي فان لم اتغدها سقطت قوتي. عرفت قيمه الورد الثابت؟ انك لما ما تقعدش الورد الثابت ما تبقاش اواب، ما تحافظش على الحزب الجهاد المقدس بتاعك، حزب يعني الورد بس بلفظ السنه،
يعني ده اسمه الورد يعني، يعني الورد الجهادي يعني زي سيدنا داوود من قوة قلبه في التسبيح الجبال سبحت معاه، ده مش قاعد بيتوب ويبص في الساعة ومستني ميعاد جلسة الضحى يخلص امتى، مش قاعد يقوم الليل وايه قاعد يعمل راسه كده وقاعد يبص في الساعة القيامة يخلص امتى، ده بيجاهد، ده في معركة، ده مصحصح كل ذرة في قلبه في قمة اليقظة. والمقدس يبقى جبنا معنى انها حزب ثابت لا ينقطع من مين في الصورة؟ الاستمرار جبناه من مين؟ احنا انه ورد ثابت ما بيقطعش ولا مرة جبناه من واحد، وانه هو مقدس مهما حصل لا يصرف عنه جبناه من واحد، وانه جهادي جبناه من واحد، انه جهادي جبناه من داود، من جهاده في الذكر الجبال والطرس بقت معاه، ما كانش قاعد مش كده، مش جلسة جحا زي ما كنا بنقول، ده جلسة ضحى حقيقي. وانه هو مقدس جبناه من سليمان لما 20,000 خلعة طالته مسحها من حياته، طفق مسحا مسحها من حياته، مقدس ما فيش حاجة اسمها جالي فرصة اصلا مش عارف ايه، اصلا فلان عايزني، اصلا فلان لو اتصل بيا، ولا تفتح محمولك فيها اصلا، ولا تبص في محمولك فيها اصلا، مقدس. وجبنا معنى الاستمرار من صبر ايوب، كان هيصبر 18 سنة على المرض ده ازاي لولا ان هو بيقعدها كل يوم، ان هو ورد ثابت. فاحنا عايزين الورد. بصوا بقى يا جماعة، الساعة اللي انا بكلمكم عنها ديت، انا كلمتكم النهاردة عن قيمة ثلاث حاجات، وكلمتكم عن مصبتين قيمة ثلاث حاجات. اول حاجة ايه؟ قيمة الدرس العام، قيمة حضورك ايه، وقلت لك ان الدرس العام ده اللي بيخلي كل الناس اللي عايزه توصل لربنا بقوا جسد واحد، وانك لو ما حضرتش الدرس العام انت خليه نطت من الجسم، وفاكر ان الجسم مليان 1,000,000,000,000 خليه تانية، وفي النهايه مصيبه، في النهايه احنا بنخربها على الدعوه بتاعتنا. امتى الدرس العام؟ وان الصحابه قعدوا في الدرس العام بتاع النبي الاخر يوم، قعد فيه النبي عليه الصلاه والسلام. مش معنى انك ما تكبرش على الدرس العام، لو بكره بقيت خطيب جمعه شيخ محمد يعقوب كان يوصينا يقول ثلاث خطب تطلع منبر وخطبه تحضر لحد. الخطبه اللي فاتت كنا كلنا فين؟ عند الشيخ مصطفى العدوي. ها جماعه شرعيه انك تحضر، ما تعمليش فيها شيخ. ها مش ده يقول لك يا شيخ وده يقول لك يا شيخ، تصدق نفسك فيها. مفيش لازم الى ان تموت تحضر وتسمع وتستفيد. مش كل اخ خلص لك كتيبين في العقيده عمل لي فيها شيخ وكبر على انه يسمع، ده مصيبه. يبقى اذا قيمه حضور الدرس العام، لا اصل انا عايز جلسه خاصه، الشيخ يعمل لنا جلسه خاصه، عشان انت عارف ان ايه ليه يا حبيبي جلسه خاصه؟ طلب الخصوصيه في التربيه ده من امراض، ده يدل ان الاخ ده مريض اصلا. انا اختارك لجلسه خاصه، انما انت ما تطلبش جلسه خاصه. انا رشحك لجلسه خاصه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كده قاعد في الجلسه العام، بعد كده يلاقي معاذ عبقري في العلم، هاته ده اديله فقه الحلال والحرام. يلاقي زيد بن ثابت عبقري في المواريث، هاته ده اديله الفرائض. يلاقي ابي بن كعب عبقري في القراءة القرآن ولقط التشكيل والبتاع، هات ده علمه. النبي هو اللي بيختار، انما ما واللي اختاره يفضل يحضر في الدرس العام. يبقى الدرس العام ده علامة سلامة قلبك. قال تعالى واركعوا مع الركعين. انت عايز تبقى مخاص عن الناس ليه؟ عايز صدقوا بالله الكلام اللي بيتقال في الدروس العامة اخطر مليون مرة من الكلام اللي بيتقال في الدروس الخاصة. ليه؟ حد عارف ليه؟ محضر احسن؟ ماشي، ده بقى يعني ايه لو نظرنا بعين الشرع، انما لو نظرنا بعين القدر حبيبي، لان الدرس العام رزقه اوسع من هو رزق 500 زي رزق 50. في فتح من ربنا، في كرم من ربنا عشان الجماعة، ويشهدوا دعوة المسلمين. ممكن واحد شاب جديد داخل مكسور قلبه عشان كسرة قلب ده، هو اللي لسه جاي من المعصية جديد ده، هو ربنا يفتح على الداعية فتح في الواض، هو نفسه مش عارفه بيقول كده ازاي. يا ابني ده رزق، ده يشهدوا دعوة المسلمين، ده بركة بقى، بركة الجماعة بقى. آوى إلى الله فآواه الله، ده الدرس بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، المجلس العام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ده إيواء، ده معسكرات الإيواء الربانية. إنما اللي ما رضاش يحضر الدرس العام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه إيه؟ وأما الثالث فأعرض الله عنه، مش لعبة. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن الثلاث حاجات اللي بقول لكم النهاردة دول مش حماس شباب، مش لأنك لسه طالب فاضي، مش لأنك اليومين دول ظروفك مريحة. يا ابني دي جنة ونار، هتأهلك لو ما عملتهمش. رقم واحد الدرس العام، رقم اتنين اللي انا قلت لكم عليها النهارده،
يا نهار اسود ونايل ب 60 نيله. ايوه ايه اللي هو ايه يعني الجلسه الثابته، الجلسه الثابته اللي بقول لكم الشيطان قاعد دلوقتي يبص عليكم كده ويقول يا ترى مين في دول نقطه الضعف اللي هفشكل التجمع ده من خلاله. اصوم اجتمع قوم كل ما يجي كلمه اجتماع بيحصل فتح، الا نزلت السكينه غشيتهم الرحمه حشبتهم. ايه ده؟ عشان كلمه اجتماع، عشان الجماعه رحمه والفرقه عذاب. كلمه اجتماع اول ما بتيجي بيجي فتح بعدها على طول، على طول بيجي فتح. فانت دلوقتي الشيطان عايز يعرف مين في دول اللي ايه اللي ممكن يعمل منكش، اللي ممكن يقلب متخلي فيقوم يحط شوكه في زور المنطقه بسببه. يقعد بقى يشتم في الناس ويتعبد لله بشتم العاملين لدين الله. مين فيهم اللي ممكن ايه يعمل خلافات ما بين الناس وبعضها وفتن ما بين الناس وبعضها؟ والشيطان قاعد يدور، قاعد يناقش. ما هو ربنا بيصطفي والشيطان قاعد يختار بقى لجنوده. ربنا بيصطفي جندي ليه والشيطان بيختار جندي ليه؟ مين اللي ينفع هنا ابوظ الليله دي بسببه؟ فالجلسه الثابته البنيه الاساسيه للاصلاح اللي انت خروجك عنها انت لا تتخيل انت بتعمل في نفسك ايه، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. انت بتهلك نفسك يا ابني، هتنزل اكتر مما تتصور، ما انتش عارف انت توصل لايه. الجلسه الثابته كل منطقه لازم يبقى لها جلسه ثابته، كل اخوه قريه لازم لهم جلسه ثابته، كل اخوه كليه لازم لهم جلسه ثابته، كل اخوه موقع نت اسلامي لازم جلسه ثابته، كل اخوه جمعيه خيريه ناس ملتزمه لازم لهم جلسه ثابته. لازم يا ابني، لازم يا ابني الصالحين يشوفوا بعض، لازم. اصل انا مشغول، اصل انا والله عندي مره اخ كنا قاعدين قاعده كده كانوا ناس عاملين رابطه، رابطه يعني رابطه خيريه وحاجات كده، ف يعني ايه كنت رايح مره كده يعني ايه قاعد معاهم قاعده بشجعهم يعني. فواحد منهم اتفقنا ان هو هيمسك ايه زي صنائع المعروف، يعني ايه الناس المحتاجه اللي اصيب بشلل اللي اصيب بحاجه يروح بقى ايه يحاول يوصل له معونات وكده. فبيقول لي في اخر الجلسه انا ما عنديش وقت، فانا ما لا يسعني غير ان احمل حاجه واحده بس، فانا هشوف المكروبين ومش هاجي الجلسه بتاعت الايه الرابطه اللي هو فيها. قلت له لو ما عندكش غير وقت الحاجه واحده بس سيب المكروبين واحضر الجلسه. عارفين ليه؟ لانه لما ساب الجلسه وراح للمكروبين بعد شهور ساب الجلسه وساب المكروبين. انا مش بقول كده عشان قلبي قاسي على الفقراء، انا بقول كده لان عارف ان هو لو ما قعدش يتشحن وسط اخوانه يضيع وهيجي له مرض الكبر. قعدتك وسط اخوانك دي حمايه من الله ليك، حمايه وترقيه. والجلسه تبقى 10 على 10، كل مره ناخد 10 ايات ونزيد فهم القران ونحاسب نفسنا على الاعمال اللي عملناها طول الاسبوع ونتناقش في مشاكل بعض ونشوف الدعوه في المنطقه ازاي، نعرف كل شاب في المنطقه طريق ربنا وننزل في كل قهوه في المنطقه. امبارح نزلنا جوله فضل منه الله سبحانه وتعالى حاجه يعني، الواحد خارج لحد دلوقتي الواحد طاير. رحنا كحله ورحنا القهوه اللي هي جنب اللي هي جنب ولاد الشيال دي اسمها ايه، ودخلنا على الجلاء بقى على قهوه البنا ولا اسمها مش عارف ايه، ولفينا وعرفنا مين اللي شغال ومين اللي بيتدلع. عرفنا مين اللي شغال وبيتدلع. لما تروح قهوه تلاقي مثلا اخ مثلا في يقول لك ده فلان جه ادانا ورقه عن 10 ذي الحجه، يبقى تعرف ان الاخ ده ايه. واما تيجي بقى منطقه تانية فيها بقى الاخ محمد مثلا ولا حاجه وتلاقي الناس اول مره يسمعوا الموضوع يبقى معناها ان فلان ايه نايم. فانت الجلسه الثابته ديت يا جماعه ديت حصن حياتك. ثالث حاجه شكلنا عليها ايه؟ الحا خا ميم. الحا جيم ميم. الحا جيم ميم الايه؟ قول طلع صوتك بس كده. الحزب الجهادي المقدس، ورد العباده الثابت المقدس. كل واحد منكم الوقت يحدد ايه الوقت اللي عدم جلوسه فيه يبقى هو مات. يا جلسة الضحى وتبقى حاجة حقيقية، يا قيام الليل بعد العشاء وقبل الفجر حسب ترتيب وقتك، يا من العصر للمغرب. لازم تبقى جلسة حلوة مش لعبة، حاجة حلوة كده. تقعد امتى جلسة الضحى برضو؟ تقعد امتى انت محمد؟ تقعد امتى بعد العشاء؟ بعد العشاء في قيام الليل يعني بعد العشاء ده. بصوا الدعوة ساعة ورد العبادة لعبة. يعني لو جالك مهمة دعوية مش انا عايزة مش قادر افهمكم برضو قيمة ده راس حربة حياتك. ده لو باظ كل حاجة ورا باظت. ده لو صح هتواجه نفسك، قوتك هتبقى مليان قوة على العبادة وعلى الطاعة. وانت قاعد في الذكر وفي القرآن ربنا يرتب لك حياتك،
دومك هيترتب، صحيانك هيترتب، حضورك في الدروس هيترتب، هتخرج الحياه مقبل على الدعوه، مقبل على العباده، مقبل على العلم، مقبل على شؤون دنياك نفسها. يا ابني دي جلسه الكيس ومن دان نفسه، حارب نفسه وقهرها واخضعها، دي معركه. عشان كده خرج على قومه من الايه؟ محراب. المحراب دي من لفظ الحرب، هو كان زكريا بيحارب ولا بيعبد؟ دي حرب يا ابني. انت جاهز لو جالك ملك الموت الوقت تقول لا اله الا الله؟ انت جاهز الوقت لو الشيطان جه شككك في دينك وانت بتموت؟ مش الامام الغزالي بيقول لك من الناس من يقينه راسخ ومنهم من اذا شكك شكه؟ فتنه الممات ده تشكيك في العقيده. انت جاهز للموت بيقين؟ انت جاهز انك انت لو اتقال الوقت يلا يا رجاله فلسطين هنطلع نجاهد في سبيل الله، انت جاهز انك تطلع ولا تبقى متولي ومزاف؟ انت عندك اليقين انك تجاهد؟ يا ابني انت مش جاهز خالص انك تقابل ربنا خالص، انت مش واخد بالك خالص. الوقت ده هو ده الوقت اللي هترزق فيه اليقين والايمان الصادق والاخلاص والصدق والعزم والنور. الوقف خرج على قومه، على جاي من فوق من علو، انسان منور ونازل ينور حياة الناس. ده ميزة الورد الايه الثابت، ميزة الورد الايه الثابت. يبقى ده تالت حاجة اتكلمنا عنها النهاردة، الورد الثابت. الورد بتاعك امتى يا عم الشيخ؟ بعد العشاء. يعني بعد العشاء قبل ما تنام ازاي يعني؟ يعني بيبقى ساعة ونص مثلا. ما هو يا جماعة ما الورد ده كده، الورد ده يعني ده ساعة يعني من المغرب للعيشة ماشي يا عم، ده اخرك، ده اقل شيء، اقل شيء. يا جماعة انت بتتكلم في ايه؟ هو انا واحد يقول لك انا بكح وبجيب بلغم واللوزي، يقول له خد المضاد الحيوي، خد فلوموكس، يقول له الفلوموكس عامل زي الجير يعني، يعني ما عادش يعني، خد فلوموكس. فيقوم يجي بعد اسبوع يقول له خدت فلوموكس وما ردش، يقول له انت خدت قد ايه؟ يقول له انا جبت ازازه شرب تركيز 156 مللي، دي بتاعه الرد على عندهم شهرين. انت يا ابني انت تجيب حقنه فلوموكس تركيز 1000، حقنه كده هو ريد ده اللي ينفع معاك مثلا يعني. فانت ازازه شرب دي للرضع. فبالظبط كده اقول لك ورد، انا عندي ورد ايه؟ انا بذكر ربنا ربع ساعه قبل ما انام، وده ورد يا ابني. ده عمل صالح، ده لا تحقرن من المعروف شيء، ده عمل صالح. الورد ده حاجة كده لا تقوس، حاجة كده بتقعد ومعاك مصحفك ومعاك كتاب الدعاء بتاعك ومعاك كتاب الأذكار بتاعك زي مختصر النصاحة الدكتور محمد إسماعيل، وقاعد مرقد لنفسك، قاعد بقى شوف أنا ولا أنت، أنا بقى ولا نفسي، قاعد بقى شوف الشيطان ده آخرته معاه إيه، قاعد بقى شوف انا هموت لما اموت هستعد لما بعد الموت ازاي، قاعد بقى شوف انا هفضل انام الساعة 2 بالليل اصحى العصر لحد امتى، امتى لحد امتى هفضل من غير عزيمة، قاعد بقى شوف نفسي دي احاسبها ازاي ورايحة منين وجاية فين، قاعد بقى شوف لحد امتى هفضل كده. قاعد بتاخد قرارات، ورد بتعبد ربنا وربنا بينور لك طريقك، تخرج منه احضر دروس واحفظ قران، بتخرج منه كانك التزمت لسه من اول وجديد النهارده بالظبط، الشحن اللي بتتشحنه فيه كانك لسه ملتزم. فما تقوليش قبل ما انام، قبل ما انام ده يا جماعه مش اسمه ورد، ده عمل صالح. اذكر النوم قبل ما انام، اقرا ورد القران قبل ما انام. الورد ده امتى؟ الورد ده امتى عندك؟ مفروض بعد الفجر. ما احنا عايزين امتى؟ بين اللي هيبقى طلقه واللي هيقضاها فلاشات رجل قدام ورجل ورا، وده الفرق. ساعه ما هيتقفل عليك باب بيتك هتقوم مجرش ولا هتقوم وتنصب قدميك لله ويبدا الجهاد وتبدا معركه الكيس ومن دان نفسه، معركتك مع نفسك. ف يعني اتكلمنا عن الدرس العام، واتكلمنا عن الجلسه الاسبوعيه، واتكلمنا ولقاء الاخوه مع بعضها وترابط الاخوه مع بعضها، وان ده مش تضييع وقت ولا حاجه، بالعكس ده مستقبل، ده انت بتدي مستقبل لحياتك باذن الله. واتكلمنا عن الحاجه الثالثه اللي هي الايه؟ الورد الثابت المقدس، ورد العباده الثابت المقدس اللي ربنا يفهمه بقى، ده اللي ربنا يرزقه الفهم. يعني انا اتكلمت على قد ما قدرت، كل واحد بقى ايه؟ يعني مره بكلم مع بعض الاخوه كده عن التضحيه عشان الدعوه، فلقيتهم الموضوع ده مش عندهم خالص. فالشيخ امين الانصاري كان معتكف معانا، فبقول له يا شيخ امين كلمهم، قال لي دي حاجات محدش يكلم حد فيها، دي حاجات لو ربنا ما رزقهاش للقلب العبد محدش يقدر يوصلها له، دي حاجات اللي بيديها للعبد ربنا، محدش بيسال حد،
دي حب في قلبك لله سبحانه وتعالى. واتكلمنا عن اكبر مصيبتين بيحصلوا الملتزمين، اللي الثلاث حاجات دول علاج ليهم. اللي الثلاث حاجات دول ايه؟ ثلاث خطوات حقيقية لناس في هاتين المشكلتين. يعني هم هيخلصوا القصة؟ لا مش هيخلصوها، انما دول ثلاث خطوات حقيقية لنسف الازمة. ليه نسف؟ نسف باذن الله. بعد كده في خطوات، بعد كده في خطوات، بس دي البداية باذن الله. قلنا مصيبة عدم الثبات، عدم الايه؟ ثبات. لا شيخ هيثم امبارح بيحضر دروس، شيخ هيثم النهاردة جاي لك قبل الفطار ويقول لك ايه؟ السلام عليك، كنت في الشغل يا جماعة؟ ويقول لك يا عم احنا شغالين لين ربنا وعاملين كنوز السنة اهو، لو حتى عاملين عايزين مننا ايه؟ فكر اللي بيضيع بقى، ان الاخ اول ما يبدأ يشتغل في صغر للدين يستغنى عن حضور الدروس ويستغنى عن حضور الجلسات. خلاص يا اخواني، شيخ هيثم اتظبط النهاردة. يبقى المصيبة الاولى مصيبة عدم الثبات، ان مفيش حد بيكمل. والمصيبة التانية مصيبة عدم الترقي، ان مفيش حد بيترقى. ما بتلاقيش الاخ النهاردة نزل جولات، بعد 7-8 شهور تلاقيه بيدي كلمات، بعد 3 سنين تلاقيه بدأ يعني ايه يشتغل بقى في الدعوة الفردية وينشط، بعد 4 سنين تلاقيه يشتغل في طلب العلم. ما بينقلش الاخ، ما بينقلش، ما بيزدش. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى السداد. حد يعرف لي ثلاث نقط تاني؟ ها؟ ثلاث نقط ايه؟ ما تقول يا جدع انت هو. رقم 1 حضور الايه؟ هتحضر؟ رقم 2 جلسة الخاصة اللي هي بتاعت الاخوة، رقم 3 الورد الثابت المقدس. تعرف تقول لي ثلاث حاجات؟ ها؟ حد يقول درس العام هتحضر؟ رقم 2 الجلسة، جلسة الإخوة الثابتة بتاعت إخوانك في منطقتك، الورد الثابت المقدس التعبدي. ربنا يحفظكم يا إخواني، ربنا يحفظكم من اللي غيركم واقع فيه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نثكل فيكم كما يعني ثكل في من كان قبلكم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إن لا يصيبكم ما أصاب الناس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل واحد بقى ياخد إيه؟ ياخد جنب ويقعد يعمل ايه؟ لا مش الورد ولا حاجه، يقعد يعبد ربنا ويذكر ربنا بس ايه؟ من غير هقه يا اخواتي. اذكار مساء بجد.